أهلا بكم متابعينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يصر على إلغاء استفتاء الأكراد على الاستقلال والالتزام بالدستور. مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين القوات العراقية والبشمركة غرب الموصل. البحرية الأمريكية تعلن أن مدمرة أمريكية قدمت المساعدة لسفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة قبالة سواحل اليمن. وفي أمريكا بدأت السلطات بتنفيذ إجراءات أمنية مشددة على جميع الركاب في الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة. وبريطانيا تختبر سيارة فضائية بمحرك صاروخي. وفي شمال شرق اليابان يدرس العلماء قدرات الكلاب على تشخيص مرض السرطان. وأبل تقرر خفض دقة بصمة الوجه لتلبية الطلب على آيفون 10 بغية تسريع إنتاج الهاتف. وغرامة مالية على التحديق في الهاتف أثناء عبور الشارع في أمريكا.